أحبي الترجي الرياضي التونسي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي. وعدنا كل نهار خميس مع الترجي تي في. في حصتنا الليلة باش نحكيو بالطبيعة المباراة الحاسمة والمصيرية اللي تنتظر فينا نهار الأحد 7 متاع العشية في ملعب رادس ضد نادي راضي الصفاقسي لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس ربيعة الأبطال الإفريقية. باش نحكيو على تحضيرات الفريق تلتها زوز أسابيع، باش نقدموا لكم سيباسان دو سابر. من هو سيباسان دو سابر؟ باش تشاهدوه باش تعرفوا عليه اكثر في التقرير. ولكن قبل هذا باش نحكيو على صنف الاواسط لفريق كره القدم في الترجي الرياضي التونسي. بعد انتصارهم الاسبوع الفارط ضد النجم، الترجي تعاود تاخذ صدر الترتيب قبل جوله من نهايه الموسم. هذا كل باش نحكيو عليه مع ضيوفنا. ولكن قبل هذا كل خلينا ساعه نرحب بضيوفنا اللي يحضروا معنا اليوم. سي شادلي بن سليمان، مدير عام للقطب الفني والرياضي للترجي الرياضي التونسي، مرحبا بك سي شادلي. مرحبا بك سيدي. يحضر معنا ايضا مدرب فريق الاواصل لفريق كره القدم طلال بعبين، مرحبا بك طلال. مرحبا بك شريف ومرحبا اللي يتفرجوا فينا كل. واللاعب لعبنا الدولي، لاعب منتخب، مدافع الترجي الرياضي التونسي صبري، مرحبا بك صبري. وبيك يا عشق. مرسي. نحكيو على المباراة، نحكيو على المباراة الترجي والنجم. ولكن قبل هذا لازم نوضحوا كما قلت في البداية قاعدة جولة، ولكن المباراة باش تكون صعيبة ضد نادي راضي الصفاقسي في صفاقس. نقطة تكفينا باش نفوزوا بالبطولة، ولكن المباراة ماهيش باش تكون سهلة. بطبيعة مباراة سي اس اس باش تكون صعيبة، خاطر سي لا دينير سي لو ديرني ماتش يعني دو شامبيونان. صحيح نقطة تكفينا باش نفوزوا بالبطولة، لكن الترجي الرياضي التونسي عمره ما يلعب على نقطة، باش نمشيو لصفاقس بخوتربي باش نلعبوا على الثلاثة نقاط ونفوزوا بمباراة تاعنا ونحققوا الأوبجيكتيف تاعنا نمرة واحد اللي هو نكونوا أبطال تونس إن شاء الله. صبري كان تعاود عايشنا المباراة النجم، نذكر في الذهاب كنا خسرنا مع النجم وخسرنا صدر الترتيب مع النجم، مرة ذي في الإياب وفي البارك ننتصروا على النجم ونفتكوا صدر الترتيب قبل جولة من نهاية الموسم. صحيح والله ماتش كان ديسيزيف، معناها ماتش اللي توا في البارك نتاعنا اللي باش نرجعوا به الوالا وباش كونفيرميو معناها اللي عملناه عام كامل، وان شاء الله يقعد لنا ماتش برك اللي هو في صفاقس ونزلوا الشامبيونات نتاعنا ان شاء الله. وتو نحكيو على بقيه لي زيشيونس، مازال مباريات الكاس تو نحكيو عليهم، هذا موسم الاواسط مازال ما فيش. سي شادلي نستدعاك باش نشاهدوا المباراه هذيا قبل ما نحكيو على الباقي من المقابلات. نرجعوا على مقابله نهار الاحد الفارط، الترجي استقبل النجم الرياضي الساحلي وانتصر هدف لصفر. عوده على اللقاء هذا. واجه فريق الاوسط نهار الاحد النجم الساحلي في اطار الجوله قبل الاخيره من مرحله البلاي اوف. مباراه كانت اكثر من مهمه بما انه النجم كان يتصدر الترتيب بفارق نقطه على الترجي، الشيء اللي خلى زملاء النغموشي امام حتميه الانتصار. مباراه بدايتها كانت صعيبه على زوج فرق، خاصه من ناحيه التحكم في الاعصاب، الشيء اللي تاكد بعد 40 دقيقه لعب وين رفع الحكم الورقه الحمراء في وجه محمد علي السالمي من الترجي وسيدو من النجم. غياب التركيز من لاعبي الاطوال كان واضح بعد الورقه الحمراء، الشيء اللي استغله الترجي وسجل في الدقيقه 45 عن طريق ماهر البليلي لينتهي الشوط 1-0 للترجي. في الشوط الثاني عرفوا كيف يحافظوا زملاء العكروت على الأسبقية وضيعوا فرصة الثاني في عدة مناسبات، لكن المهم حصل اللي هو الفوز وافتكاك الصدارة من النجم في انتظار آخر مباراة في صفاقس اللي التعادل فيها يكفي للفوز بالبطولة. مازال ماتش يفصل الترجي على البطوله. صحيح والله انت مباراه ما كانت سهله، شفتوا انت الرهان نتاعها انت اللي توال تفوتنا بون بوان نربحوا احنا نوليو انت فيتينا بدو بوان، وان شاء الله حتى نيو اللي ساعدنا ان شاء الله في صفاقس ونهزوا شامبيون ان شاء الله. الماتش هذا نستناو فيه عندنا برشا، الماتش اللي غاديك في سوسه نستناو فيه ماتش كامل، نستناو في الماتش هذا الولاد الكل حاضرين وستاف كامل حاضر وحاطين كل يد في اليد. الماتش هذا الماتش هذا يجيب لنا شامبيون والحاجه اون بلوس احنا نحبوا نربحوه الماتش هذا الستاف نتاعنا وحتى اللي نحن مورا المو باش نكملوا
عنا طرح صفاقس غاديك صعيب برشا كي نربحو نجيب الشامبيونا بمقص تعب لينا احنا وباكثر رياحيه باش نمشيو غاديك ان شاء الله موتيفي اكثر وان شاء الله بطوله بالسويق ان شاء الله. الحمد لله خدمنا على روحنا جمعه كامله ربحونا هما غاديك دوز خدمنا على الغلط نتاعنا وحاولنا باش نصلحوا اليوم عملنا اللي علينا مايغري معناها خرجنا ورقه حمراء للريال دروا نتاعنا كملنا بالبدا وان شاء الله نكملوا فرحه سي اس اس الشامبيون ان شاء الله. ماتش تريز امبورتون ربحنا ماتشونا كنا خير منهم كنا اغريسيف عليهم كما عذبونا غاديك عذبناهم لهنا شيخناهم كوره شيخناهم برشا حاجات اخرى. مالك سمعت بيك وقعت عقد مع الترجي ان شاء الله عم جاي نشوفوك في الكبر. سال علاش ليه ان شاء الله. قديمة العقد وقت خمس ثلاث سنين ان شاء الله رب معايا ان شاء الله رب يوفقنا مازال عندي فينا ان شاء الله مع الاسبوع ان شاء الله واحد يزيد يقدم اخير. حلاها الفرحة وشوفنا السي شادي في حجرات الملابس، شوفنا حتى اللاعبين كيف فرحانين مع المدرب الجديد، مع العلم انه طلال كان الاسيستون المساعد نتاع فخري بالطايف اللي هو بدوره ولا مساعد نتاع سيباستيان دو سابر، توا هو كأصبح المدرب الفريق وجاته مهام وكانت سهلة أول مباراة مع النجم، مباراة حاسمة كما شفنا هذه، دارك تشوف الفرحة حتى مع اللاعبين تشوف اللي اللحمة موجودة وسوليدريتي كبيرة بين المدرب واللاعبين نتاعو. أنا حاب ساعة نشكرك. على البادرة اللي عملتها وكونوا بديت بالشبان خاطر هذوك هما عنا أهم شيء أهم مني أنا وأهم اللي باش نحكي عليه. نحب نهني طلال ونهني اللاعبين بالفوز ونهني خاصة المسيرين وأحباء ترجي نهنيهم موشي بالفوز هذه خاطر في الصغار الربح يعني عنده يعني الطعم متاعه لكن مش هو الهدف الأول عندنا في الترجي. نهني على الفريق هذايا اللي يعرف ساعة أولا يقف في الملعب يصمد يكون عنده اللحمة اللازمة والفنيات اللازمة وعنده خاصة لاعبين إن شاء الله غدوة تسمحوا بهم في فريق A وإني في المنتخبات. نحب نسمي تفضل سيسيل. نحب نسمي ميلادي عبود نغموشي صامتي صحراوي صبري عكروت هذو من الناس اللي ان شاء الله هما الخميرة والمستقبل متاع الترجي واللي ننويو منهم هما يوليو ياخذوا المشعل على الكبار. وتلاحظ إذا حاجة أخرى واللي نهني بها الأحباء هو كونه حتى في الممرنين وحتى في التكوين ولاد الجماعي الترجي بقي تخمم على التكوين والترجي بقي مدرسة عدى أني فخري للقسم للأكابر و طلال من اللي كان مساعد وقيمته صحيح ثابتة خذاه هو المشعل وفي ظرف الأسبوع ما شاء الله عليه وصل للنتيجة اللي وصلوها دليل اللي زاد حتى الممرنين متاعنا صغار عندهم قيمتهم. وعندك باش نحكيو طلال على زيشيونس اللي جاوك توا عندك مباراة نادي صفاقسي نهار الخميس الجاي كيما اليوم مباراة آخر جولة في البطولة كما قلنا نقطة تكفي للتعاد ولكن تجي بعد دور الربع النهائي من الكأس مرة أخرى ضد نادي صفاقسي وفي حالة انتصار إن شاء الله باش تواجهوا النادي الأفريقي محضر روحك لهذا الكل. أنا ديجا شريف تسمح لي باش نشكر زادة الإدارة نتاع الترجي اللي لا بوليتيك دو كلوب يعني ورات اللي معاملة على الشبان كوسوسوا يعني في لي جوار اللي توا يلعبوا في ليكيب سينيور نسمي نغموشي صامتي كلهم يعني ترينوا في ليكيب سينيور وحتى الإطار الفني والإطار الطبي يعني يا بوكو دو جون كومبيتونس قاعدين توا يخدموا في ليسبيرونس. كونسيرنون توا لافنير نتاع ليكيب جونيور أنا صحيح ان برومي ماتش دونك كونتر سي اس اس نهار الخميس. بعد ديريكتومون ابخي نعاودو نلعبو كونتر سي اس اس كوب كارد فينال عندنا في البارك كان ترشحنا ان شاء الله نستقبلوا الكلوب في البارك
بعد بقدره ربي نلعبوا فينال مع ليطوال. شفت يعني انا برجي بالليزيكيب الكبار مي اون في سو ميتي يعني بور سو جونغ دو بور سو جونغ دو ماتش يعني سي تري اكسيتون سي اون فان سيزون تستنى فينا تري اكسيتونت. عندنا لوبجيكتيف اللي خدمنا عليه من اول سيونس انترينمون اللي هو يعني نحقوا ثنائي سنه نوسام اونكور يعني في لوبجيكتيف هذايا ان شاء الله ان شاء الله يكون دوبلي لاسبيرونس ان شاء الله. صبري شادين ثنية باهية إن شاء الله. وشوفنا نحب نرجع أنا على التقرير شفنا عدد جماهير عدد كبير يجي يتبع فيكم ويعرف المباريات الكل معناها سورتو لقاءات هذوما الأخرى وانتظارات كبيرة حولكم أنتوما سي شادي كان سما الأسامي نتاع اللاعبين. نحب نذكر الأغلبية معناها اللي نسميهم أنتوما محترفين أنت مضيت عقد مع الترجي توا عندك عامين ولاعب محترف معناها رغم صغر سنك. صحيح والله إكسبيريونس باهية معناها كي تشوف أكيو تزيد تشوف زاد جمهور ليسبيرونس كل ماتش يجي يعاونك في البارك معناها شحنه معنويه هذيك باش تزيد تلعب معناها بقلب ورب باش تزيد تربح وتفرحهم. الحمد لله معناها كل معناها ما جاونا كل ماتش يجيونا نفرحهم ونقعدوا كي ان شاء الله السنيور بحول الله ان شاء الله. جيل المستقبل انت صبري عكروت شفناك مع المنتخب. طيب باش نسالك سؤال مع ليسبيرونس تلعب في الاكس ومع المنتخب شفناك تلعب كظهير ايمن وين تساعدك خير وين تلقى روحك انت خير؟ والله انا نخدم للزوز وين مشي يستحقني لونترونور انا موجود وان شاء الله نأدي دوري كما يجب معناها وديما نخدم على روحي. اي مو ديما تلقى واحد عنده معناها خيار اكثر خير اكثر يلعب في الاكس ويحب يلعب على اليمين خاطر يحب يطلع اكثر. شنو يحب ماذا بيا يلعب في الاكس خاطر ارتاح خاطر ديما لاري دروا سي يعني فيزيكمون تعب اكثر اليمونتي ورجوع يرتاح اكثر هو كما جوار اكسيال. اي لا دوني يعني تري غراند ساتيسفاكسيون في لاكس يعني ان ديو مروان صحراوي وعكروت يعني فريمون سي ان تري بون ديو قاعدين نقبلوا شويه اهداف وهذه حاجه تحسب له اللي هو والزملاء. طلال ان شاء الله مش على خاطر يرتاح اكثر مش البخل هو اللي لا مش بخل أيوة هو يرتاح اكثر في البوست هذاك على خاطر اللاعب هو داخل على العطاء اكثر ما يمكن مش على سير لا وين وين يرتاح اكثر. لا يعني وين يلعب لازم يعطي 100% مي انا جو بونس كو هو يخير يلعب في الاكس. كانت قلنا كيفاش الاجواء بين شفنا فرحه كبيره بعد مباراه النجم الساحلي كيفاش عايشين الاجواء هذوما اجواء نهايه موسم نعرفوا الحماس الكبير نهايه موسم والانجو كبير اللي هو تلعب على دوبلي سنه. الله يصحيح انت شفت في التقرير الفرحه كي كمان احنا راهو نستناو في طرح ليطوال من ماتش لاليكي خسرناه حكينا مع بعضنا ولازمنا نربحوا الماتش هذاك. انتم معناها عشتوا معنا جست شويه في الفيستير شفتونا فرحانين من بعد معناها قعدنا وحدنا حكينا ولازمنا نقعدوا كونسونتري باش نكملوا ماتش سي اس اس بحول الله معناها لازمنا الربح وما نمشيوش نلعبوا على النيول معناها لازمنا الربح باش نكونفيرميو عام كامل ان شاء الله وان شاء الله ربي معنا. خاصة اللي في المقابل النادي النجم الساحلي يعني يستقبل النادي البنزرتي يعني معناها في الكورة كل شيء وارد ما فماش ماتش سهل ماتش سيء مي بون توا الحاجة اللي تخيز امبوغتونت اللي توا عندنا يعني مصيرنا بين يدينا ولا بين ساقينا كما تحبوا انتم دونك يسوفي جوست دو غاني باش نكونوا ابطال ان شاء الله. ان شاء الله هذيك اتمنى. كي تحكي لنا شويه سي شادي على الجيل هذا جيل المستقبل كما قلت برشا لاعبين يمضيوا في عقود معناها على بكري وكل شيء خاطر تشوف فيهم اللاعبين هذوما بحول الله معناها باش نلقاهم هما ربما باش يكونوا اساسيين نهار اخر في السكيب سنة تاع الترجي. مناسبه باش نقول لك اللي كثير يعرفوا ونحب ناكد عليه اللي ترجي تعطي اهميه في العمل نتاعها طبعا ما يظهرش وقت اللي يتبعوا الفريق ويشوفوا الاكابر والناس الكل مهتمين به لكن فما في الخفاء يعني عديد من الناس المسؤولين والممرين فيلق كبير لو كان تجيو للبارك بي في العشيه وتشوفوا حتى العقب الليل اللي يخدموا حتى تظلام ولو حتى في الصيف يعرفوا اللي فما اهميه كبرى للجيل الصاعد وللصغار اللي دائما وابدا هما الرصيد نتاع يعني الجمعيه والترجي وان شاء الله نوعدوهم اذا كان الى حد الان العمل هذا اعطاء اكله لكن في نظري غير كافيه اللي يلزم عدد اللي يبرزوا يكون اكبر في المستقبل باش يزداد العدد هذايا لان التركيز هو نفسه على الصغار مش كافي وباش يزداد رغم اللي بالنسبة لجمعيات أخرين يقولون اللي عمل طيب وهالمجرة لكن احنا نحبه أكثر من الطيب شوية ونحبه خاصة نقولوا لهم اللي في المقابلات الربح طبعا باهي وحلو ويشجع لكن أحسن ربح وأكبر ربح عندنا وقت اللي نحاسبوا الممرنين متاعنا نحاسبوهم مش هز البطولة ولا لا نحاسبوهم كم
من فرد وكد من لاعب في مستوى عدى للقسم اللي أعلى منه. وهوني نوجه لك سهيل طليل، قطع النظر على التكنيك والتكتيك، كيفاش العمل التخدمي خاصة العمل النفساني مع اللاعبين اللي عمرهم بين 16 و18 سنة، لازم معناها نعرف عمر حساس ولازم خدمة صحيح، لازم يحاط بهم يعني حتى خاصة سيرتو في هذوما اللي فاتوا شوية الادوليسونس يعني سي تاناش كريتيك بالنسبه لهم هما، فما يعني ندادهم يلعبوا في لي زيكيب سينيور، يفو سورتو يعني اونكادري ليكسترا سبورتيف اكثر من الرياضي، لازم واحد يعني للجوار يفي اتونسيون على توسكي يعني فهمتني يعني شنو فهمت داكور دونك فوالا يفو لونكادري في لي بلان هذوكم. ونحن في يعني في الـ في الـ في يعني في الدومين تكنيكو تكتيك عندنا في لي جون راهو بريباراتور مونتال سي محمد العروسي يخدم الحقيقه في خدمه كبيره ويشد لي جوار ويعلمك كومون سو كونسونتري كومون يعني لاتيتود نتاعهم انفير لي زاربيتر انفير يعني لي ادفيرسير وانفير صحابه كيفاش وكا فوالا دونك توا الكره كره في ساقيهم. و كما يعرف صبري ديما نقول له راك عامل جايب خاطر نحب نشوفك في السينيور وهذا قادي 18 ans فما شكون 18 ans سنابش يلعب كوب دي موند يعني في البرازيل دونك بوركوا با نشوفوهم هما عن قريب ان شاء الله. خاصة انت حكينا على المنتخب وشاركت في كاس العالم على المنتخب، انت وقتاش تشوف روحك معناها قاعد تحضر في روحك بشويه بشويه ولا سي توا تحب تبدا ترينا مع السينيور تحب تبدا تلعب معناها في ستاد رادس؟ لا مش انا نحب معناها انا قاعد نخدم على روحي توا وقت اللي ترى نتاع السينيور يشوفني حاضر ونجم نعاون معناها بوركوا با نطلع ونعاون وماذا بيا معناها حاجه تفرحني انا امنيتي معناها ان انا في الاسبيرونس سينيور ان شاء الله نهار اللي تجي الفرصه نكونوا حاضرين ونكونفيرميو ان شاء الله. حسب رايك شنو كيفاش بتكون الخدمه؟ ذا كلام ممتاز خاطر ماك تعرف على 11 جوار 15 جوار ساعات يطلع زوز ثلاثه مش ناس كل توصل سينيور مش ناس كل تعمل كارير بروفيسيونيل من بعد وذا انت في العمر يظل اهم عمر لازمك معناها تعرف كيفاش تتعدى البالي اللي بعده. صحيح والله نحن عمر هيك اللي حسس شويه مي عندنا زاد كما قال لك سي محمد يخدم معنا بالكدي معناها ديما هو ستاف الكل قريب لنا معناها عباره نحن اخواته الصغار ديما ينصحونا يحكيوا معنا ياثرونا بالباهي معناها وان شاء الله انا قاعدين نخدم على فماش الحقيقه حبيت فماش سر راهو الكوره تخدم تلقى راهو فماش حاجه اخرى فماش شويه زهر سافي بارتي دو جو يعني زهر مي راهو افورس دو ترافاي واحد يوصل لوبجيكتيف نتاعو يعني حتى كي ما توصلش ان جور بروفيسيونيل وهذا كلام اللي يعني الجوريت الكل حتى كي ما توصلش ان جور بروفيسيونيل في ليسبيرونس فما دوتر كلوب فما دي كلوب دو ديفيزيون 2 دي كلوب اماتور ينجموا يبرزوا فيهم ومن بعد لما لا يعاودوا يرجعوا للفرق نتاعهم. وهذا شفناه صحيح شفنا لاعبين يطلعوا من اسبيرونس يمشيوا يلتحقوا بالانديه اخرى بعد يعاودوا يرجعوا لاسبيرونس نشوف عربي جابر انا كيف غادر الفريق ورجع بعد شمس الضوادي زاد شمس الضوادي زاد خرج في الصنف الصغر يظل وبعد عاود يرجع وبعد مشى ليطوال وبعد عاود يرجع دونك فوالا يعني واحد يخدم ودام عنده ان اوبجيكتيف حاطه قدام عينيه يوصل له راهو اتو بخي نجم يوصل له. وانت عندك اوبجيكتيف بيرسونيل؟ بيرسونيل اي بيان سور نطمح باش نكون انترينور شال بروفيسيونيل علاش لا توا نخدم يعني مع لي جون يعني جو بخون دو بليزير باش نخدم مع لي جون فماش حتى انت جون طالي فوالا جوستومون باش نقول لك فماش اون ديفيرونس داج كبيره ما بيناتنا 10 سنين ما بيناتنا نطمح باش ان جور حتى انا راني يعني جروند ايكيب ولي مالي ليسبيرونس في السينيور فوالا يعني توا كل واحد يصنع روحه بشويه بشويه و لا مارشي انكور لونغ يعني مازال مستقبل قدام. تسمع اللي كيما الباب مفتوح لاولادك مفتوح لك انت زاد بيان سور هذا شفناه يعني جوست بالستاف تكنيك تاع اللي مشيت شفت اللي كيفاش فخري منين تعدى وين توا اكزاكتومون دونك فوالا هذاك اللي كنت نقول يعطيكم الصحة وكي حكينا خاصة جزء باهي للفريق صنف الأوسط في الترجي الرياضي التونسي وحكينا على ليزيشيونس القدام مازال نهائي البطولة نجم نقولوا آخر جولة كنت نادي الرياضي صفاق سينا الخميس الجاي ومن بعد جاي مباراة الكأس قبل ما تعداو الجزء الثاني نخليكم كلمة الختام الأولاد يعطيكم ساعة كنتوا حاضرين معنا. يعيش كريف أنا كلمة الختام نداء للجماهير ليسبيرونس كما كانوا واقفين معنا في ماتش جونيور وفي سليمان لعبوا لكادي وبالمناسبه نحب نقول مبروك لكادي اللي فاز بالبطوله وحظ وحظ اوفر للكادي بي راه فما فينال نهار الاحد صباح زاد في سليمان تاع المينيم ا ونهار ثلاثه زاد تاع المينيم بي ان شاء الله جمهور الترجي يكون حاضر باعداد غفيره وان شاء الله نهار الاحد تعدى سلامات ونفوزوا في المينيم ا ونزيدوا نفوزوا في السينيور.
خاصة نعرف خليت الحبايب بسليمان عدد كبير وكتسوى يجيو يتلموا الكل. يعطيكم الساعة، تفضل انت صبري عكرو. أنا كلمة الختام نهني سي فخري وسياسين اللي معناها طلعوا مع الكابر، ونحب نقول لهم راكم خليتوا رجال معناها، والأوبجيكتيف نتاعنا هو دوبلين إن شاء الله معناها نحقوه ونفرحوهم هما إن شاء الله. يعطيكم الصحة، شوف عائلة كبيرة على الترجي من أصناف الكل. تفضل سي شيخ. شكرتهم وهما زاد عندهم فضل كبير، لكن ما نساو زادا اللي فخري اللي خلاهم زادا عنده زادا ضلع في هالنتيجة هذية وفي هالطبيعة. يعطيه الصحة، وإن شاء الله نشوفوه كما نشوفوه مع الأواسط، نشوفوه مع الأكابر نهار الأحد. هو بيدو هو سيباستيان دوساب، شكلهم أول، هو خاصة شكلهم أول تجربة مع صنف الأكابر الترجي التونسي. يعطيكم الصحة، صبري عكروت وطليل بعبين كنتوا حاضرين معنا، وإن شاء الله بالتوفيق. مباراة نهار الخميس ضد نادي الرياضي الصفاقسي. احنا باش نواصلوا حصتنا، باش نواصلوا الحديث على كرة القدم، ولكن قبل هذا باش نحكيو على الإشاعات اللي قريناهم أو سمعناهم في بعض الصحف، الإشاعات والأقاويل وبرشا كلام ما عنده حد شيء صحيح مع السي شادي. باش نحاولوا نوضحوا ونفسروا برشا كلام سمعناه وخاصة قريناه في بعض الصحف، هذا باش تتفرجوا فيه بعد الفاصل.